متعدد التبريكات للفيصلي. فعلا الفيصلي انا يعني بستكمل حديث ابو نايف لانه تكلم في نقاط جدا مهمه ومهمه لرياضتنا، يعني مش مهمه بس للنادي الفيصلي، لكن انا قلت لك الفيصلي نموذج فعلا يفترض ان تقتدي فيه كل الانديه. يعني شوف صبرهم او شوف علاقتهم مع شموس كمدربهم، 4 سنوات ما في اي نادي سعودي يستمر مدربه معه بهذه الطريقه. الموسم هذا الفريق تراجع، جميعنا انتقدنا الفيصل الموسم هذا، تراجع الى درجه انه ينافس على الهبوط، مع ذلك واللي هي الخيارات واحنا نتحدث دائما وبعض الفرق تحتاج حتى الهزه نفسيه لما تكون في معمعة الخطر، لم الفيصل يفكر في هالامر. فريق منظم عارف انه المساله اللي عنده دروب فني، ما هو لاسباب اخرى، ما في تاخير رواتب، ما في شيء، العمل المنظم ماشي زي ما هو، والمدرب الكبير هو نفسه المدرب، صح ولا لا؟ والادوات موجوده عنده لكن عنده دروب فني فقط. فناس فعلا يعني ما هي قاعده تدور على ضحايا ولا تدور على اسباب واهيه، تعرف اسبابها، تعرف حتى اسباب التراجع، تعرف اسباب تفوقها. فحقيقه قاعد يقدم فهد المدلج نموذج يعني رائع جدا لكل الانديه. انا اتذكر يعني، وخلينا نسترجع عشان نقول الفيصل ليش وصل للمرحله. المدلج هنا كان على هالطاوله وعلى هالكرسي ذا وانا موجود، ومن حسن حظي يمكن كنت موجود في حلقه فهد المدلج، وكنت موجود ايضا في حلقه ملائكه وتتذكرها معنا يا ابو وجود، في هالحلقتين انا كنت موجود. فهد المدلج اساله سؤال في الحلقه الماضيه انه ما قد يعني العمل المنظم هذا انكم ما تتاخرون ولا يوم في المرتبات ماشي معك طول 12 سنه؟ ما في صار هذا ولا شيء جديد يعني من 3 سنوات؟ قال لا، اول سنه الظاهر تاخرنا شهرين بس، تخيل. وفي خاطره اي في خاطره بنذكرها ومتذكرها. تتذكر مصطفى ملائكة لما كان يتكلم هنا يقول أنا مريت على 5 أندية ما شفت الثواب والعقاب ولا شفت المرتب أنه يتسلم في وقته إلا في الفيصل. هذا السبب اللي يعيد اكتشاف اللاعبين واللي ذكرهم أبو نايف، أن رجيع الأندية كيف، مو بس رجيع الأندية يعني نقول لاعب والله استغنيت عندك كمية، لا لاعب حتى ممكن واصل لحد النهاية منتهي، يعني الناس تقول خلاص حتى فرصة ذا. ايه الناس تقول انتهى هذا اللاعب، ما عاد راح تشوفه ولا في أي فريق يقبله. تستغرب الفيصلي هو اللي جايبه وهو اللي. وعلى فكره بس عشان ما ابغى اسمي اسماء، ترى في لاعبين ما كملوا مع الفيصلي 3 شهور استقطبهم بس ما يمشي مع نظام الفيصلي، لان الفيصلي اوكي انا عارف انه عندك امكانيات بس انت لازم تمشي معي اذا تبغى ترجع للواجهه. شوف الحين محمد قاسم اللي كان محقق على فكره البطوله مع الاتحاد لما كنا نتكلم عن طلبه الثانويه، وهذاك الجيل العظيم، شوف الاتحاد فرط في ذلك الجيل طلبة الثانوية اللي تغنينا فيهم واللي مدري ايش واللي ايش، وحقق كاس الملك 2013 من ضمنهم محمد قاسم. الان يا طول العمر شوف الهاشتاجات وشوف جماهير الاندية كلها كيف قاعدة تتمنى، وكل واحد قاعد يطالب رئيس ناديه بالتعاقد مع محمد قاسم. شيء يعني عمل رائع، مش عمل هذا، وكله عمل اداري ترى.